بس شجعنا التشكيل. طب التشكيل ده مهم قوي. تشكيل النادي الاهلي في هذه المباراه، التشكيل الرسمي للنادي الاهلي في هذه المباراه: محمد الشناوي في حراسه المرمى، سعد سمير وايمن اشرف اثنين في وسط الملعب المدافع، ايضا علي معلول ناحيه الشمال، محمد هاني ناحيه اليمين، ثنائي وسط الملعب حسام عاشور وعمر السوليه ورمضان صبحي وجونيور اجاييه وناصر ماهر، ومن امامهم مروان محسن. ده تشكيل النادي الاهلي لمباراه نادي الزمالك. علي لطفي احتياطي، هقول لحضراتكم حالا، علي لطفي احتياطي، احمد فتحي، جيرالدو، حسين الشحات، صالح جمعه، ازارو، ياسر ابراهيم. مره اخرى: علي لطفي، احمد فتحي، جيرالدو، حسين الشحات، صالح جمعه، وليد ازارو، ياسر ابراهيم. ده التشكيله الرسميه للنادي الاهلي. 11 لاعب هيبدا بيهم مارتن لاسارتي، وسبع لاعبين على دكه البدلاء. هنقول لحضراتكم حالا ايضا تشكيل نادي الزمالك. ممكن حضرتك برضو تقول لنا رايك فيه.